هذا وتجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بعاصمة إقليم دارفور الفاشر غربي السودان، وأفيد بأن المدينة شهدت معارك ضارية وكر وفر في المواقع التي يتمركز فيها طرفان النزاع. هذا وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة بالمدفعية الثقيلة، وشهدت الأحياء الشرقية الشمالية للمدينة نزوحا كبيرا مع وجود قتلى وجرحى لم يتم حصرهم بسبب المعارك المتواصلة. من دارفور ينضم إلينا الصحفي صالح أبو علامة. صالح، الوضع الأمني الآن كيف يبدو إن كانت الاشتباكات ما تزال مستمرة؟ وكنت قد سألت قبل ساعة من الآن، كان لدينا لقاء أيضا، إن تم إحصاء عدد القتلى والجرحى حتى اللحظة؟ مرحبا روناك، حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة للجرحى والقتلى، خاصة أن هنالك صعوبة في الوصول للمراكز الصحية، كما أن أيضا هنالك صعوبة في الوصول للأحياء التي تدور فيها الاشتباكات. هنالك هدوء الآن، توقف قليل للاشتباكات بالفاشر حتى هذه اللحظة، لكن التوتر ما زال مستمر في المدينة، ما زال الجيش متمركز في المواقع التي ينتشر فيها، والدعم السريع أيضا ما زال متمركز في المواقع التي ينتشر فيها، ويمكن أن يتجدد القتال في كل لحظة قادمة في عاصمة إقليم دارفور الفاشر، على الرغم من المبادرات الكبيرة التي يعني قامت بهذه المدينة، وحديث كثير جدا ومتكرر لحاكم إقليم دارفور بعدم تجدد الحرب وضرورة الجنوح للسلام، إلا أن القتال تجدد مرة أخرى في الفاشر، هذه المرة أيضا في ذات الأحياء وفي المواقع التي كان يدور فيها في السابق. هنالك عمليات كر وفر أيضا في هذه الأحياء، دائما المعارك تقع في مدن دارفور. عمليات هجوم تبدأ من الدعم السريع في محاولة للسيطرة على قواعد الجيش بهذه المدن، مثل ما تابعنا وشهدنا خلال الأيام الماضية في مدينة الفاشر، في مدينة أنيالا عفوا بجنوب دارفور، معارك تدور حول القيادة في محاولة للسيطرة عليها، وأيضا في مثل هذه المعارك يقوم الجيش بالصد والرد بقرض حماية مغراته وحماية أماكن التي يتمركز فيها. صالح، الحياة متوقفة، الحياة الطبيعية الآن هل يمكن القول إنها متوقفة؟ كل المدنيين يعني ملتزمون البقاء في منازلهم بسبب ما يجري؟ نعم، إذا ما تتبعنا الوضع الإنساني فإن هنالك أوضاع مأساوية، خاصة في مدينة الجنينة في غرب دارفور، انقطاع للاتصالات قارب على الثلاث أسبوع، وأيضا في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور التي شهدت معارك خلال الأيام الماضية أيضا بين الجيش والدعم السريع، تدخل فيها سلاح الجو وقصف مواقع للدعم السريع، أوضاع مأساوية. أيضا مدينة نيالا توترات كبيرة بين الجيش والدعم السريع خلال المعارك أيضا التي شهدتها المدينة الأيام الماضية، هنالك نزوح كبير في الأحياء. استغل المواطنين الهدنة التي أعلن عنها في النزوح للمحليات الآمنة، محليات هذه الولايات، محليات الفاشر ومحليات جنوب دارفور. أيضا رصدنا حركة كبيرة للمواطنين عابرين بشرق دارفور جهة جنوب السودان في عمليات لجوء، وأيضا عمليات عودة كبيرة للمواطنين من جنوب السودان جراء هذه الهدنة. المعارك تدور في يعني أحياء معينة داخل المدن، هذه الأحياء تشهد نزوح كبير وتشهد كر وفر كبير أيضا للمواطنين وللقوات داخل هذه الأحياء. لا يوجد تمركز أبدا ولا يوجد بقاء في هذه الأحياء، وإنما هنالك نزوح للأحياء الآمنة بغرض تأمين الحياة. نعلم بأن المعارك التي دارت في دارفور خلال الأيام الماضية خلفت قتلى كثر جدا، ويرجع ذلك للقصف المتواصل والمدفعية الثقيلة التي يستخدمها طرفا صراع هنا في إقليم دارفور. نعم.
شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي أطلعتنا عليها من دارفور الصحفي صالح أبو علامة.